أبنائي وبناتي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص إلكترونات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مادة النظم الإلكترونية. موضوع حلقة اليوم اللي هنتكلم عليه الجزء اللي خاص بالتعديل الاتساعي الـ AM. كلنا بنسمع أحيانا المذيعات أو المذيعين في أجهزة الاستقبال الإذاعية اللي هي أجهزة الراديو يقول لك موجة الـ AM وموجة الـ FM. النهارده هنعرف يعني ايه موجة الـ AM، وهنعمل الموجة بتاعت الـ AM دي عمليا، يعني ليه سموها موجة الـ AM؟ موجة الـ AM اللي هي تعديل اتساعي، اللي هي امبليتيود موديليشن. عشان انا اعمل عملية التعديل دي، وعملية التعديل مقصود بيها ان انا احط الموجة ذات التردد المنخفض اللي بنسميها الموجة المحمولة على موجة تردد عالي اللي بنسميها الموجة الحاملة، وندخلهم الاثنين، يعني ندخل موجة تردد منخفض وموجة التردد العالي على دائرة التعديل، وتبتدي تتحط موجة التردد المنخفض فوق موجة التردد العالي، وبتتشكل بعد كده موجة التردد العالي. عشان كده بنشوف أو بنسمع إن التعديل والتشكيل والتحميل دول اسم واحد. تتشكل الموجة الحاملة اللي هي ذات التردد العالي تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المنخفض. طيب أنا عشان أعمل عملية التعديل الاتساعي الـ AM دي محتاج إيه؟ عمليا محتاج إيه؟ عشان أشوف الإشارة المعدلة AM داخل المعمل. تجربة إن أنا أعمل تعديل اتساعي. محتاج أول حاجة مولد تردد منخفض، ده اللي هيطلع لي الموجة المحمولة. مولد تردد عالي، وده اللي مسؤول عن انه يخرج لي موجة التردد العالي اللي هي الموجة الحاملة. محتاج اسلاك التوصيل، محتاج دايرة التعديل، محتاج اسيليسكوب عشان اشوف الاشارة اللي خارجة واشوف الاشارات كمان اللي داخلة. يبقى دي لازم ابقى مركز فيها كويس قوي. انا داخل على تجربة معينة اللي هي عملية ان انا احصل على موجة معدلة تعديل اتساعي، يبقى لازم احط في دماغي ايه الاجهزة اللي انا هستخدمها. مولد تردد منخفض، مولد تردد عالي، والاسلاك بتاعت التوصيل، والاسيليسكوب، ودائرة التعديل. طب الكلام ده كلام كويس، هنتعامل معهم ازاي؟ خلي بالك بقى من شوية القواعد الصغيرين اللي هقولهم لك دلوقتي، ودول تتبعهم في اي حاجة وانت شغال في المعمل. هتدخل اشارات او سيجنال على اي مرحلة، لازم تبقى الحاجات دي في ذهنك. اول حاجة عندي طبعا تشغيل الاسيسكوب، ده شيء اساسي. طيب انت دلوقتي بتقول لي هنحتاج مولد تردد منخفض، مولد تردد اللي هيجيب لي الموجة المحمولة. قبل ما ادخل الاشارة بتاعت التردد المنخفض على دائرة التعديل لازم اشوفها خارجه من المولد ده ولا لا، خارجه من الاوسيليتور ده ولا لا، اشوفها عن طريق مين؟ الاسيليسكوب. يبقى لازم اشوف موجه التردد المنخفض. طب ما اللي يخليني اشوف موجه التردد المنخفض، يبقى لازم اشوف موجه التردد العالي. اتاكدت ان الجهازين شغالين عندي، اللي هو مولد التردد العالي ومولد التردد المنخفض، اروح موصلهم بالاسلاك على دائره التعديل. واتاكد كمان بعد ما وصلتهم بالاسلاك، يعني اخد خارج السلك ده اللي هو داخل على دائره التعديل واشوف برضه الاشارات. ليه؟ لان ممكن الاسلاك او كابلات التوصيل اللي انت بتوصل بيها ممكن يكون فيها قطع، يبقى المولد مخرج الاشاره بس ما وصلتش لدائره التعديل. اتاكد ازاي؟ يبقى انا اشوف الاشاره اللي خارجه من المولد، دي اول خطوه، اشوف الاشاره اللي داخل على دائره التعديل اللي هي بعد السلك او بعد الكابل. مهم قوي الكلام ده، لان انت ممكن تعمل الدائره كلها كامله وتبص تلاقي مفيش اشاره خارجه. مفيش اشاره خارجه ليه؟ طب ما هو المولد ده شغال والمولد ده شغال، ما انت ما اختبرتش كمان كابلات التوصيل. ما هو ممكن السلك يكون مقطوع من الداخل. يبقى الكلام ده لازم ناخد بالنا منه كويس قوي قوي. طيب الدائره اللي هنعملها دلوقتي، هنعمل تعديل او مشاهده الاشاره المعدله AM باستخدام دائره التعديل. دائرة التعديل دي جواها مولد تردد عالي. خلي بالك انا قلت عايز مولد تردد عالي ومولد تردد منخفض. دائرة التعديل نفسها جواها مولد تردد عالي،
يبقى اللي هحتاجه من الخارج مولد تردد منخفض، وهحتاج تغذية طبعا لدالة التعديل. واحنا دلوقتي هنشوف الإشارة المعدلة، عظيم. بعد ما نشوفها، طب ما احنا عايزين نعرف دايرة الكشف اللي هتبتدي تفصل لي الموجة الحاملة عن المحمولة، واشوف الإشارة على أصلها بتاعت التردد المنخفض. يعني هشوفها أثناء التعديل، بعد ما تعدلت، وبعد ما اتكشفت، بعد ما اتفصلت عن الموجة الحاملة. تعال نشوف الكلام ده ونشوفه عمليا، ونشوف الأول إيه اللي أنا هحتاجه قبل ما أخش على الدائرة أو تنفيذ الدائرة أو التجربة عمليا. نشوف الكلام ده على الشاشة. كيفية الحصول على الموجة المعدلة اتساعيا اللي هي Amplitude Modulation عمليا. احنا نعملها بطريقتين. الطريقة الأولانية ان مواد التردد العالي داخل دائرة التعديل. ادي وحدة التعديل اهي اللي هي دائرة التعديل، وادي الإشارة اللي أنا الموجة اللي هي المحمولة إشارة تردد منخفض، ودي بتيجي من مولد تردد منخفض، وآدي الكارير ويف اللي هي الموجة الحاملة، ودي بتيجي من مولد تردد عالي. يبقى مولد تردد منخفض ومولد تردد عالي ودائرة التعديل. طبعا في أسلاك توصيل، وبعد كده يجيني مين؟ الأسيلسكوب عشان أشوف الإشارة اللي خارجة دي المعدلة أهي. يبقى خلي بالك معايا، بص، دي الموجة المحمولة ودي الموجة الحاملة. خارج دائرة التعديل هيبقى ايه؟ اهي الاشارة المشكلة AM. الاشارة اتساعها بيتغير، الاشارة بتاعت التردد العالي اهي، الاتساع بتاعها بيزيد ويقل تبعا للموجة المحمولة. انما الرسمة دي عايز يعني عملناها ليه؟ عشان نعرف الاجهزة اللي احنا محتاجينها. مولد تردد منخفض، مولد تردد عالي، دائرة التعديل، واسلاك التوصيل، ومين؟ والاسيلسكوب اللي هشوف فيه مين؟ الاشارات. هنشوف دلوقتي اللي هي اول داير عندنا او اول تجربه عندنا، اللي هو التعديل والكشف اتساعي الاي ام عمليا للموجه الجايبيه باستخدام مولد تردد عالي داخل دايره التعديل، يعني جوه دايره التعديل. نشوف الكلام ده. خلي بالك بقى معايا اهي، دي دايره تعديل ودايره كشف مع بعض، وكمان معاهم هاي باس فلتر، تلات اجزاء دول. دي دايره التعديل، وده الجزء بتاع الكشف، وده الهاي باس فلتر، دي الدايره. ده مولد تردد منخفض، وهنا ده داخل دائره التعديل اهو، الجزء ده مولد تردد عالي. هقول لك بالتفصيل دلوقتي. وده جهاز الاسيلسكوب، ودي دائره التغذيه اللي هيتم عن طريقها تغذيه الدائره بتاعه التعديل، وليها ثلاث اطراف، زائد 15 وده بيوصل هنا، وارضي وده يوصل هنا، وناقص 15 وده التوصيل بتاعه. طب تعالى نشوف التجربة دي هنعملها ازاي. لو بصيت دلوقتي هلاقي عندي الجزء اللي خاص بعملية التعديل، الجزء اللي عندي لو بصيت كده التلات اجهزة الاساسيين اللي عندي، طبعا في اسيلسكوب، في مولد تردد منخفض، وما ننساش مولد التردد العالي موجود داخل التعديل. ادي مولد تردد منخفض، ادي دائرة التغذية الباور سبلاي اللي احنا هنغذي بيها دائرة التعديل، وادي الاسيلسكوب اللي هو هنشوف فيه الاشارات كلها بتاعت الدخل والخارج وكله، الاشاره بعد الكشف وقبل الكشف وكله. ودي الدايره اللي هنشتغل عليها، اللي هي هتعمل لي عمليه التعديل، وفي نفس الوقت هتعمل لي عمليه مين؟ الكشف او الدي موديليشن او الموديليشن. لو بصيت عليها، بص، خلي بالك بقى معايا، ادي الثلاث اطراف اللي فوق اللي هم زائد 15، والارضي اللي في النص، واللي على الشمال خالص ده اللي هو ناقص 15. ده التغذيه بتاعتنا اللي هتشغل الدائره التعديل. ده الجزء اللي انا بقول لك عليه بقى، ده اللي هو ده اللي هو مولد التردد العالي وبيطلع 100 كيلو هرتز ده. ودي اطراف الخارج بتاعته، دي اطراف الخارج بتاعته اللي احنا هنوصلها على الدخل اللي هو في 1 اهو. يبقى ده الجزء اللي خاص بمولد التردد العالي جوه دائره التعديل زي ما احنا قلنا اهو، وتردده 100 كيلو هرتز. يبقى عرفت ان ايه الهاي فريكوانسي موجود من داخل، ودخله على الطرف ده اللي هو في 1، يبقى الخارج بتاع مولد التردد العالي هيوصل هنا. دي دائره التعديل اهي، ومكتوب عليها على فكره اهي موديوليشن، ودي بس بسميها ديتكتور كاشف، وده الهاي باس فلتر مرشح الترددات العاليه. يبقى انا عرفت دلوقتي الثلاث اجزاء بتوع الدائره بتاعتي. طيب هنشوف دلوقتي ده هحط عليه الاطراف اللي هو في 2، هحط عليه موجه التردد المنخفض. يبقى اصبح عندي في 2 ده موجه التردد المنخفض، وفي 1
هيبقى التردد العالي، يبقى الاثنين دول يخشوا على الدائره دي اللي هي دائره التعديل، واخد خرج الاشاره او الاشاره المعدله من الطرفين دول اللي هم الخرج بتاعي اللي هو اس واحد. تعال نشوف الكلام ده هنبتدي نشتغل فيه ازاي. اهو دي دائره التعديل، وهنا زي ما قلت لك الدخول اللي هو بتاع التردد العالي والتردد المنخفض، وده الخارج بتاعها اللي هي الموديوليشن. طيب هنيجي بقى دلوقتي، انا شفت الدايره وعرفتها وعرفت ان هي مكونه من ثلاث اجزاء، التعديل والكشف، ادي دايره الكشف اهي اللي هي هنبتدي نرجع الاشاره لاصلها، ده الاشاره داخلها والدايره بتاعت الكشف الدخل بتاعها والخارج، وده الهاي باس فلتر اللي هو مرشح الترددات العاليه، وهنشوف تاثيره على الاشاره هيبقى شكله ايه لما اجي اوصل او ادخل عليه الاشاره واشوف خارج الهاي باس فلتر ايه اللي هتحصل في الاشاره. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ نبتدي نشوف المولدات اللي شغاله عندي، مولد تردد منخفض ومولد تردد عالي، لازم اشوفهم. طبعا الاول لازم اوصل الباور سبلاي زائد 15 والجراوند الارضي والزائد الناقص 15. كده انا وصلت دائره التغذيه بمولد التردد العالي ودائره التعديل ودائره الكشف والهاي باس فلتر اللي هي البورده اللي عندي. هاخد خارج مويه تردد عالي وادخله على الفي 1 اهو. ادي خارج التردد العالي ادخله على الفي 1 اللي هو الدخل الاولاني اهو. واشوف بقى لازم اشوف الاشاره موجوده ولا مش موجوده قبل ما اشتغل، واشوف خارج التعديل لا اشوف الاشارات اللي انا ادخلها الاول. يبقى هاخد اطراف الاسيليسكوب واشوف موجه التردد العالي موجوده ولا لا. ادي اطراف الاسيليسكوب عندي اهي، هبتدي اشوف الاشاره الهاي فريكوانسي بدات تظهر اهي، بانت خالص. ادي الهاي فريكوانسي، يبقى دي موجه التردد العالي موجوده عندي. ادور برضو على موجه مين؟ التردد المنخفض. فين مولد التردد المنخفض عندي اللي هو اهو اولا. هبتدي برضو اشوف الاشاره اللي عليه، ما هو لازم اشوف اشاره التردد زي ما احنا قلنا عشان اتاكد ان الاشارات فعلا موجوده وهتخش على دائره الموديليشن او دائره التعديل. ابتدي اشوف موجه التردد المنخفض اهي موجوده. يبقى انا دلوقتي اتاكدت اني الاشارتين موجودين. خلي بالك بقى معايا نوضح جزء عشان يبقى فاهمينه كويس قوي. انا دلوقتي اتاكدت ان الموجه الحامله والموجه المحموله موجودين موجودين، هبتدي بعد كده ادخلهم على دائره التعديل. طب بعد كده ايه اللي هيتم؟ احط اطراف الاسيليسكوب على خارج دائره التعديل. ليه هشوف دلوقتي؟ ما انا اتاكدت الموجه المحموله موجوده بتاع الهاي فريكوانسي التردد العالي، والموجه المنخفضه اللي هي التردد المنخفض اللي هي الحامله المحموله ذات التردد المنخفض موجوده، يبقى عندي الاثنين الهاي فريكوانسي واللو فريكوانسي. خلاص يبقى كده اتاكدت وشفتهم داخلين على دائره التعديل. هعمل ايه؟ اجي بعد كده اروح شايف الخارج بتاع مين؟ بتاع دائره التعديل. هلاقي الاشاره معدله اي ام. مش بس كده، لا ده انا هاخد اشاره الدخل بتاع اللي هي اشاره بتاع التردد المنخفض واحطها على الاسيليسكوب على الدخل رقم 2، يبقى انا شايف اشارتين، شايف الاشاره المعدله وشايف اشاره التردد المنخفض، الاثنين لازم ينطبقوا على بعض. ليه؟ لان احنا قلنا لما جينا عرفنا التعديل هو التغير الحادث في اتساع الموجه الحامله تبعا للموجه المحموله عند ثبوت التردد. يبقى الاتساع هو اللي بيزيد وايه؟ ويقل بتاع الموجه الحامله تبعا للموجه المحموله. تعال نشوف الكلام ده ونشوف ازاي عمليا بنقدر نحققه. يبقى انا شفت دلوقتي خلاص الاشارات بتاعتي تمام. هاجي بعد كده بص، خلي بالك بقى معايا، وابتدي اظبط الدخل الثاني. بص كده شايف الخط الازرق ده هو اللي هتظهر عليه مين؟ الموجه المعدله، عشان نشوف ومنطبقه على نفس الاشاره دي. هنيجي دلوقتي كده خلاص وصل، نوصل نستعد عشان نوصل الدخلين اللي هم نوصل الخارج اللي هو ناخد خارج مين؟ خارج دائره التعديل، ومعايا اشاره الدخل بتاع التردد المنخفض. خليك فاكر هبتدي اخد اطراف الاسيلسكوب
وابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اخد الجزء اللي خاص بي، اتاكدت فعلا ان موجه التردد المنخفض موجوده، ابتدي اوصلها على الدايره بتاعتي اهي على ال V2 اهو كده. خلاص الاشارتين دخلوا على دايره المودريشن. لو انا حطيت اطراف الاسيسكوب على الخارج اشوف اشاره معدله، اشوف اشاره ايه؟ معدله. تعال نشوف الكلام ده. هاخد الاطراف الاسيسكوب اهم، هحط على خارج دائرة التعديل اللي هي الموديوليشن، واشوف الاشارة اللي تم تعديلها. هنا برضو انا عايز اشوف، اتأكد برضو ان دائرة التردد المنخفض موجودة، اشارة التردد المنخفض موجودة هي بعد الكابلات اهي. يعني شفناها قبل الكابلات وهي خارجة من المولد، وشفناها بعد الكابلات وهخليها موجودة. اشوف بقى اطراف الايه كده موجودة عندي اشارة التردد المنخفض اهي اللي هي بتاعت الخارجة من المولد. هنا هنشوف بقى الاشارة المعدلة، بص بانت على طول اهي، انطبقت على مين؟ على الموجه بتاعت التردد المنخفض اللي كانت هنا، انطبقت عليها بالظبط اهي، باينه خالص اهي. يبقى فعلا دي عمليه التعديل او الاشاره المعدله اي ام بانت خالص، وفعلا بتتغير الموجه الحامله تبعا، او اتساع الموجه الحامله بيتغير تبعا للموجه المحموله. تعال بقى نشوف عمليه الكشف. الكشف هو عكس التعديل، كشف هو عكس التعديل. ده ديود ثنائي. خلي بالك بقى معايا ايه اللي هيتم لما اجي اعمل عمليه الكشف. بص هاخد خارج دايره التعديل وادخلها على ثنائي. الثنائي ده بره الدايره خالص اهو، ثنائي بس، ما هوش دايره، مش دايره كشف. هنعرف شو في الثنائي ده ايه يعمل ايه. بص لاحظ ان الثنائي قسم الاشاره، عدى الجزء العلوي بس ومعاه الموجه الحامله، والجزء السفلي ما عدهوش. لا نقف هنا ونوضح الجزء ده. خلي بالك بقى معايا، انا دلوقتي في البدايه عملت دايره التعديل الموديليشن. ركز معايا في الكلام اللي بقوله لك عشان تبقى فاهمه كويس. عملت دايره الموديليشن اللي هو التعديل، وشفت الإشارة اللي خارجة، وعرفنا إن الموديوليشن أو التعديل هو تحميل موجة تردد منخفض على موجة تردد عالي. عظيم، وشفناها. طب عايزين نعمل دائرة الكشف. الكشف اللي هي إيه بقى؟ ما إحنا قلنا التعديل أو موجة التردد العالي دي وظيفتها إن هي توصل للإشارة إلى أجهزة الاستقبال. وصلت الإشارة لأجهزة الاستقبال، يبقى الموجة الحاملة ملهاش وجود، مش عايزينها، خلاص احنا عايزين المحموله هي اللي بتحمل المعلومات. فنبتدي نعمل عمليه الكشف. عمليه الكشف اللي هي عباره عن ايه؟ ان هي بتفصل الموجه الحامله ذات التردد العالي عن الموجه المحموله ذات التردد المنخفض، برجعها لاصلها تاني، اشاره معلومات تاني. طب عظيم، انا عشان افصل الموجه الحامله عن الموجه المحموله بتم بمرحلتين. المرحلة الأولانية بداية الكشف دايما في الـ AM لازم أشوف الثنائي وأشوف المكثف، دول أساسيين عندي في الكشف الـ AM. ليه؟ الثنائي إحنا عارفينه، لو أنا وصلت ثنائي في الاتجاه الأمامي بيعدي النصف العلوي من الإشارة ويمنع السفلي، ولو وصلته عكسي يعدي السفلي ويمنع العلوي. طب أنا وصلت الثنائي عدى النصف العلوي من الإشارة، موجة تردد منخفض ومعاها موجة تردد عالي بس نصها، هيفضل عندي مين؟ التردد العالي، نص التردد العالي اللي خارج مع الإشارة. ده نخلص منه إزاي؟ نبتدي نحط مكثف مع الثنائي، مكثف مع الثنائي ياخد التردد العالي ده ويوديه لمين؟ للأرضي. لأن التردد العالي أو المكثف ممانعته قليلة جدا بالنسبة، المناعة بتاعته بتقل كل ما التردد يكون ايه؟ عالي. واحنا عارفين الكلام ده من زمان، اللي هي الاكس سي اللي هي ممانعه المكثف بتساوي 1/2 باي اف سي. كل ما اف تزيد كل ما الممانعه تقل والتردد يوصل لمين؟ للارضي. فاحنا عملنا نص الاشاره، موصلنا الديود ده او الثنائي وطلع لي نص الاشاره العلوي، وبعد كده طب من نص التردد العالي هنعمل فيه ايه؟ يعني وريتك بس الايه؟ الثنائي عمل ايه؟ انما بعد كده هنستغنى عن الثنائي ونبتدي نشتغل على دايره الكشف عندي اللي موجوده في البورده اللي فيها ثنائي ومكثف
عشان يودي التردد العالي للارضي، وهشوف الاشاره قبل الكشف اللي هي الاشاره المعدله اي ام، وبعد الكشف والمكثف موجود في دقيقه الكشف هلاقي الاشاره اللي خارجه عباره عن موجه تردد منخفض ما فيهاش اي تردد عالي. وده الجزء الثاني اللي احنا هنعمله في التجربه. يبقى الجزء الاولاني عملنا عمليه التحميل او التعديل، الجزء الثاني هنعمل عمليه الكشف، الجزء الثالث هنعمل نشوف تاثير الهاي باس فلتر او مرشح الترددات العاليه. تعال نشوف الكلام ده، شوف الكلام ده. بص كده اهو، ده الثنائي اللي انا جايبه من بره ما مش في الدائره خالص اللي هو الديود. تعال بقى نشوف ايه اللي هيتم معايا. بص اهو التردد العالي ده اللي عايز اخلص منه، لان انا عايز الغلاف بس اللي هو موجود التردد المنخفض اللي هي دي. هعمل ايه بقى؟ هشتغل على دائره الكشف اللي عندي اللي هي موجوده فين؟ في البورده اللي هي عباره عن ثنائي ومكثف زي ما احنا هنشوف ومقاوم. هبتدي الغي بقى الثنائي ده خالص وابتدي اشتغل على دائره الكشف اللي موجوده عندي في البورده. دائره الكشف اللي هي دي اهي، ثنائي ومكثف اهو ومقاوم. هاخد، بص خلي بالك بقى معايا، هاخد خارج التعديل اهو ووصله هنا. يبقى انا دخلت على دائره الكشف، دائره كشف كامله ثنائي ومقاوم ومكثف، واخد الخارج بتاع. بص الاشاره عامله ازاي، ايوه تمام. خلصنا هنا من مين؟ من التردد العالي. خلصنا هنا من التردد مين؟ العالي. مين اللي شال لنا التردد العالي؟ المكثف اللي كان في دايره مين؟ اللي في دايره الكشف. يبقى انا كده حققت الجزء بتاع دايره الكشف. بس اللي انا شايفه ان الاشاره دي مش منطبقه مع دي، مع ان الاشاره دي لازم تكون منطبقه مع دي. دي اشاره كانها متحمله واخده تحميل من جهه الدي سي، فدخلها على الهاي باس فلتر او مرشح الترددات العاليه، هو ده اللي هيبتدي يحقق لي ان الاشاره دي تبقى زي دي بالظبط. هاخد بقى خارج الكشف وادخله على الهاي باس فلتر. بص كده الخارج بتاعنا هيبقى شكله ايه؟ اه شفت الاشاره اتعدلت خالص اهي، بقت الاشاره دي تمام تمام زي دي. استغنى بقى عن الاسلاك واحط اللي هي الكليبسات بتاعت التوصيل اللي هي زي دي. يعني هنا انا وصلته ده خارج الكاشف بداخل الهاي باس فلتر، اخد بقى خارج التعديل اهو وراح موصله على مين؟ على داخل الكاشف، واشوف الاشاره اهي تمام اهي قبل الهاي باس فلتر وبعد الهاي باس فلتر كده. انا عملت، خلي بالك بقى معايا، عملت ثلاث حاجات في التجربه دي. ايه هما؟ عملت التعديل الاي ام، وعملت الكشف الاي ام، وشفت تاثير الهاي باس فلتر. بس في حاجه اقول لك عليها بقى قبل ما اعمل ده كله، شفت اشاره التردد المنخفض لوحدها، شفت اشاره التردد عالي لوحدها، طبعا شفت الاشاره المعدله، شفت الاشاره قبل الكشف اللي هي خارج التعديل، شفت الاشاره بعد الكشف، شفت الاشاره قبل الهاي باس فلتر او المرشح الترددات العاليه، وشفت الاشاره بعد الهاي باس فلتر اللي هي بتاعه مرشح الترددات العاليه. طب الكلام ده كلام كويس جدا. التجربه اللي احنا عملناها عمليا دي، عملناها ومولد التردد العالي خليك فاكر كان داخل دايره الموديوليشن او التعديل جواها. طيب هل احنا ممكن نستخدم اتنين مولد، واحد مولد تردد عالي وواحد مولد تردد منخفض خارج دايره التعديل ونعمل التجربه دي؟ ايوه، وهعملها لك دلوقتي. ان احنا هنجيب مولد تردد عالي ومولد تردد منخفض ودايره التعديل. شوف مولد التردد العالي لوحده ومولد التردد المنخفض لوحده ودايره التعديل، وبرضه احتاج الاسيسكوب ده مفيش كلام، وبرضه في تغذيه لدايره التعديل، وده اللي هنعمله دلوقتي. نشوف الكلام ده على الشاشه. خلي بالك بقى معايا، التعديل والكشف الاتساعي اي ام عمليا للموجه الجايبيه باستخدام مولد تردد منخفض ومولد تردد عالي خارج دايره التعديل، الثاني كان داخل دايره التعديل. تعال نشوف بقى هنحتاج ايه. اهو ادي عندي اتنين مولد، واحد مولد تردد منخفض وده التردد بتاعه تقريبا 85 هرتز، وده مولد تردد عالي هيبقى حوالي 12 وربع او 12 25% كيلو هرتز. كيلو ده 85 هرتز، ده كيلو هرتز، يبقى ده مولد تردد عالي وده تردد منخفض وده الاسيسكوب ومعايا داتا التعديل. تعال نشوف الكلام ده هيتعامل معاه ازاي ونبتدي نشتغل ازاي.
ادي موالد التردد المنخفض، التردد بتاعه 85 هرتز. وبعدين عندي في جهاز اسيلسكوب، وده مولد التردد عليه 12.26% تقريبا 25%، يعني تقريبا 12.26% كيلو هرتز. كيلو هرتز يبقى ده تردد عالي، ده التردد العالي، واللي فوق ده تردد منخفض. طيب ده برضو احنا برضو بنرجع تاني للقواعد اللي احنا قلناها، لازم اشوف الاشارات بتاعت التردد المنخفض والتردد العالي. ادي خارج مولد التردد المنخفض واشوفه برضو على جهاز الاسيلسكوب، اهو اتاكد ان الاشاره موجوده قبل ما نخش في الجزء العملي او نخش عمليه التعديل. ابتدي اضغط على المفتاح، موجوده موجه التردد المنخفض اهي وباينه خالص. طيب يبقى انا اتاكدت دلوقتي ان موجه التردد المنخفض موجوده. شوف بقى هنا انشوف موجه التردد العالي اللي هي الموجه الحامله، والتردد المنخفض ده المحموله. نيجي بقى نشوف موجه التردد العالي لوحدها اهي، انا كده اشوف اهي بالظبط كده، وممكن برضو اقلل التردد تبان مع، يعني اقلل تردد المسح تبان معايا اكتر من كده اهو. يبقى انا شفت الاشارتين، لو انا اهو قللت تردد المسح اظبط تردد المسح هيبان اهي، اهو ده الهاي فريكوانسي باينه خالص اهو التردد العالي اهو، وده التردد المنخفض اللي هو فوق التردد العالي. هبتدي بقى اخد الاشارتين وادخلهم على مين؟ على دائره التعديل اهي، دائره التعديل بتاعتي اهي. طبعا ليها جهد تغذيه زائد 15 وناقص 15 وارضي، وفي الهاي فريكوانسي وفي اللي هو اللو فريكوانسي، التردد العالي والتردد المنخفض. ادي دائره التغذيه برضو بتاعتي اهي، ده طرف اهو ناقص 15 وبعدين الزائد 15، وابتدي اوصل الارضي بتاعي مع بعضه، هاخد كل الجراوند كله مع بعضه اهو. يبقى كده تمام، ابتدي اوصل الجزء الثاني، الجزء بتاع الارضي برضو، وابتدي بعد ما اوصلهم كلهم ابتدي اخد الخارج على الاسيلسكوب واشوف الاشارات برضو، لازم اشوف الاشارات بتاعتي. هاجي بعد كده ابتدي اخد بقى الاسيلسكوب اهو قدام، اشغل موالد التردد المنخفض وموالد التردد العالي، هاخدهم اهو، هاخد خارج موالد التردد المنخفض اهو الاشاره بتاعت ال 85 هرتز، اوصلها على دائره التعديل، وبعدين اخد الهاي فريكوانسي اهو، اوصله على الطرف اهو باين اهو مكتوب عليه هاي فريكوانسي، يبقى ده اللي هوصله عليه اهو اللي هو خارج التردد العالي اهو اللي هو 12.25% او 12.26% كيلو هرتز اهو وصلته. هبتدي بقى اخد اطراف الاسيلسكوب، ده الارض طبعا بتاع الهاي فريكوانسي، ابتدي اخد اطراف الاسيلسكوب وابتدي ابص على الاشاره. ادي كده انا وصلت كده الاثنين مولد اللي هو التردد المنخفض والتردد العالي اهم، دخلتهم على دائره التعديل. ابتدي اخد بالاسيلسكوب واشوف بقى إشارة الخارج بتاعتي شكلها إيه؟ لازم تكون معدلة إيه إم؟ أهو نشوفها على الأسيلسكوب. أبتدي أشغل الجهاز بتاعي، هتبان دلوقتي على الأسيلسكوب إشارة معدلة إيه إم تمام أهي. أهي. معدلة إيه إم أهي برضه بتتسحب بيتغير، تسع الموجة الحاملة بيتغير تبعًا للموجة المحمولة. ده شكل يبين لي الإشارة المعدلة إيه إم. طيب انا لما اشوف شكل الاشاره المعدله اي ام اهو، بص خلي بالك معايا الاثنين بص باينه خالص اهو، لما احنا بطأنا بس التردد بانت خالص الموجه الحامله او الموجه المحموله. تعال نشوف بقى حاجه معينه، خلي بالك بقى معايا انا دلوقتي هوضح حاجه بس جزء صغير تبقى فاهمه. انا دلوقتي عايز اتاكد ان التعديل بتاعي سليم، ركز معايا كويس قوي في الكلام اللي هقوله، عايز اتاكد ان التعديل بتاعي سليم. هعمل ايه؟ هروح فاصل تردد المسح، ولما افصل تردد المسح ايه اللي هيحصل؟ ايوه تمام، عشان اتاكد ان التعديل بتاعي سليم اعمل ايه؟ هفصل تردد المسح بتاع الاسيلسكوب. يبقى كده
الاشاره داخله بتاعت رد منخفض بدلاله التردد العالي. ايه اللي يظهر لي على الشاشه؟ بيظهر لي على الشاشه شكل شبه منحرف. خلي بالك، شكل شبه منحرف. الشكل الشبه منحرف ده بياكد لي ان التعديل بتاعي صح ومظبوط. هدي بعد كده اروح مغير في التردد العالي. غيرت في التردد، واجي وانا فاصل تردد المسح هشوف ايه اللي هيظهر على الاسيسكوب. الاقي شكل الشبه منحرف لا مش موجود، اتغير بقى شكل مثلثات كده اتجاهها عكس بعضها. يبقى كده في الطريقة الصح ان انا اتأكد ان التعديل بتاعي مظبوط 100%، هاجي الاشارة موجودة معدلة اي ام، اروح دايس او افصل تردد المسح اللي احنا بنسميه سويب فريكونسي، التردد بتاع المسح بتاع الاسيسكوب. اول ما افصل تردد المسح يظهر لي على الشاشة شبه منحرف. يبقى كده متأكدت ان فعلا عملية التعديل مظبوطة. مش بس كده، هل سؤال بقى، هو احنا دلوقتي شغالين بنعمل عملية موديوليشن للتعديل او التعديل للموجة الجيبية. طب ما احنا عندنا موجات تاني كتير. ما احنا عندنا الموجة المثلثة اللي هي السوتوس. عندنا الموجة المربعة اللي هي السكورويف. هل لو انا مدخل موجة مربعة او مدخل موجة مثلثة تتعدل اي ام؟ تتعدل اي ام. سواء كانت السكورويف او السوتوس او سن المنشار. طب ازاي الكلام ده؟ هقول لك ازاي. مولدات التردد المنخفض اغلبيه مولدات التردد المنخفض بيبقى فيها التلات موجات. نبص نلاقي تلات مفاتيح كده، وكل مفتاح معمول عليه شكل موجه، اللي هو الساين ويف الموجه الجايبيه وشكلها بيبقى على المفتاح، سوتوس اللي هي الموجه المثلثه وبرضه شكلها على المفتاح، والسكوير ويف. طب انا دلوقتي موصل التردد العالي في عداله التعديل، وموصل خارج مولد التردد المنخفض برضه عداله التعديل. لو انا دوست على الساين ويف الموجه الجايبيه شفناها وتعدلت اي ام، طب انا لو دوست على الموجه المربعه فين؟ بتاع التردد المنخفض، مولد التردد المنخفض. هلاقي موجه التردد العالي اتشكلت برضه على شكل سكوير ويف. والموجه المثلثه نفس الكلام، وده اللي احنا هنعمله بالتفصيل خطوه خطوه كل واحده منهم. شفنا الجايبية ونشوف المثلثة ونشوف الموجة المربعة. نشوف الكلام ده على الشاشة. ادي الموجة الجايبية ايه اللي هي اهو ساين ويف. طيب تعالى بقى نشوف كده ايه اللي هيتم. ادي الساين ويف باينة خالص، موجة حاملة ومحمولة وتردد عالي باين خالص اهو. واضحة. نشوف شكل الاشارة بتاع التردد العالي، بص في النصف العلوي الاتساع بيزيد وفي النصف السفلي الاتساع بيقل. هاجي بعد كده زي ما قلت لك هشوف، شوف التلات مفاتيح اهم. موجه جايبيه، موجه مثلثه، موجه مربعه، اهم. ادي الموجه الجايبيه ومثلثه ومربعه، التلات مفاتيح اهم. اللي هضغط عليه هو الشكل اللي هيخش عدات التعديل. اي واحد فيهم هضغط عليه هو اللي يخش يعدل. عشان كده بنسميها الموجة المعدلة. الموجة المعدلة. نشوف بقى الكلام ده. نشوف، هنضغط على المفتاح ونشوف اهو. ادي الموجة المثلثة. سوتوس اهي. شوف شكلها عامل ازاي اهو. اهي بص دي موجة تردد منخفض، وشوف موجة التردد العالية ايه اللي حصل لها اهي. يبقى انا كده عملت الموجة. طب فين السكوير ويف؟ الموجة المربعة اهي. خدت الشكل برضو بتاع التربيع اهو. ادي موجه سكوير ويف اهي، موجه مربعه، ايه اللي حصل اهي. ارجع تاني للموجه الجايبيه وعايز اتاكد ان التعديل بتاعي صح. ادي الموجه الجايبيه اهي تمام. اتاكد التعديل ازاي بتاعي صح، اروح فاصل تردد المسح اهو. المفتاح اللي هو بتاع تردد المسح اللي هو ده، اول ما اضغط عليه لازم يظهر لي على شاشه شكل شبه منحرف. طبعا اضغط عليه اهو واشوف الشاشه ظهر عليها ايه اهو. ادي شكل شبه منحرف تمام مظبوط. يبقى التعديل بتاعي مظبوط 100%. هبتدي اغير في تردد الموجه الحامله. رجعت تردد المسح تاني اهو، وابتدي اغير اهو، اغير بص الموجه المحموله، بص هقلل بدل ما 85 هخليها تقل شويه اهو، بقت 84 هرتز. شوف الاشاره بقت المعدله شكلها ايه،
ما بقتش مظبوطه. طب عايز اتاكد، هروح فاصل تردد المسح تاني. لو ما لو التعديل ده مظبوط هيديني شبه منحرف، لو مش مظبوط وانا احنا شايفينه ان هو مش مظبوط هيديني شكل تاني غير الشبه منحرف. بص، اول ما ادوس على السويب ظهر عنده مثلثين بالشكل ده، ده مش تعديل كده، ده كده مش تعديل، يبقى التعديل بتاعي كده مش مظبوط. يبقى انا عرفت ازاي اتاكد ان عمليه التعديل مظبوطه ولا مش مظبوطه. هنيجي بقى لدائره الكشف، وباين عندي وبرضه هنوصل برضه مين الهاي باس فلتر. اي دائره الكشف فيها ثنائي اهو، وادي مكثف وادي مقاوم، وبرضه ادي الثنائي اهو. وبعد كده هاخد خارج دائره التعديل اهو وادخله على مين؟ على دائره الكشف، واخد خارج دائره الكشف على الهاي باس فلتر اهو، اللي هو مرشح الترددات العاليه زي ما عملنا في التجربه الثانيه، بس الفرق بين دي وبين دي ان موالد التردد العالي خارج دائره التعديل. هاخد خارج دائره الكشف وادخله على الهاي باس فلتر اهو. اتاكد بقى ان الاشاره اللي خارجه من التعديل اشاره معدله اي ام، خارجه من دائره التعديل وداخله على مين؟ على الكشف، والكشف هيوديها للهاي باس فلتر. اتاكد الاول اشوف الاشاره، ده خارج التعديل اللي هو داخل الكشف اهو، تمام موجوده الاشاره وموجه جايبيه تمام. هنشوفها بعد الهاي باس فلتر ايه اللي هيحصل لها اهو. تمام، اتفصلت الاشاره، بس خلي بالك بقى معايا، شايف الريبل ده؟ شايف التموجات دي؟ لا كده بتقول لي الاشاره فيها حاجه بوز مش مظبوط. هبتدي اظبط موالد التردد العالي بحيث الريبل ده او التموجات دي تتشال. هي الاشاره اتكشفت مظبوط بس في الريبل ده او التموجات. اخلص منها ازاي؟ ان انا اظبط مولد التردد العالي. شوف الاشاره دي اللي هي بعد الكشف، بعد الكشف وبعد الهاي باس فلتر، ولازم اقارنها بقى بالاشاره اللي خارجه من مولد التردد المنخفض الاصليه. الاول اظبط بس التردد، مولد التردد العالي، بحيث ان انا اشيل الريبل ده او الموجات اهو، وارجع بعد كده اقارن الاشاره دي بالاشاره التردد المنخفض اللي خارجه من المولد اساسا، اللي هي الاشاره الاصليه اللي انا دخلتها من البدايه خالص. بص اهو، ادي الدخل الثاني للاسيسكوب هوصله على خارج مولد التردد المنخفض، ادي الاشاره الاصليه اهو. لازم الاشارتين دول ينطبقوا مع بعض. ابتدي ادوس على الدخل تاني، اهم الاشارتين مظبوطين تمام اهم، ادي واحده وادي التانيه اهي اهو، اتنين زي بعض بالظبط. يبقى كده انا عملت ايه؟ عملت عمليه التعديل بطريقتين. هنيجي بقى لمين؟ الرسم التخطيطي لجهاز ارسال اي ام. خلي بالك بقى معايا، احنا اتكلمنا عن التعديل الاي ام وعملناه بطريقتين، طريقه لما كان مولد التردد العالي داخل دائره التعديل، ولما الطريقه الثانيه لما مولد التردد العالي كان خارج دائره التعديل. هنيجي دلوقتي لدائره ارسال الاي ام او الرسم التخطيطي لدائره ارسال اي ام. خلي بالك بقى معايا، احنا دلوقتي هنبتدي نبعت اشاره اي ام معدله اي ام. ارجع بقى بدماغك، ما هو لازم الاشاره دي المعدله اي ام كانت عباره عن ايه؟ بتفكيري اللي انا عرفته كانت عباره عن موجه تردد منخفض، اللي هي الموجه المحموله موجوده فوق موجه تردد عالي. اذن خلي بالك، دي دايره، الموجه دي بتاع تردد منخفض هتيجي منين وموجة التردد العالي دي هتيجي منين؟ خليك مركز معايا وهقول لك على جملة دلوقتي هتفهم بقى الموضوع ده كله. الصوت بتاعنا لو احنا في جهاز إذاعي بنبعت لك البرامج التعليمية على إذاعة، يعني على جهاز راديو، ايه اللي هيتم؟ جهاز راديو اي ام. خلي بالك كويس قوي من الكلام اللي بقوله، هنبعت الإشارة بتاعت الصوت بتاعتي على موجة اي ام. اول حاجه عندي يبقى الاشاره او الصوت بتاعي ده تردد منخفض،
رد المخفض ده والصوت بيخش على المايك اهو، المايك يحول الصوت بتاعي الى اشاره كهربيه ذات تردد منخفض، يبقى دي الموجه المحموله اللي خارجه من الميكروفون. يبقى اذا انا عرفت الموجه المحموله دي تبقى ايه، هي اشاره المعلومات اللي عايز ابعتها. محتاج اوسيليتور مولد تردد عالي عشان يشيل الموجه دي، عشان يشيل الموجه دي. شوف انا بوريك رسم التخطيط هجيبه ازاي. يبقى في قسم مسؤول عن توليد الترددات العاليه، يبقى في قسم للصوت ياخد اشاره الصوت من المايك وبعد كده يكبرها ويكبرها كقدره وكده، وفي قسم خاص للتعديل وتكبير الاشاره ووديها الهوائي. اذا الرسم التخطيطي لجهاز ارسال AM بيتكون من ثلاث اقسام، قسم للصوت وده يجيب لي الموجه المحموله ذات التردد المنخفض، قسم للموجه الحامله وده يطلع لي التردد العالي او قسم توليد الترددات العاليه، وقسم التعديل. قسم الصوت بيتكون من ايه؟ بيتكون من ميكروفون، اول حاجه عندي هنا مكبر اول يبتدي يكبر الاشاره الخارجه من الميكروفون، مكبر تاني يكبر الاشاره الخارجه من المكبر الاول. على فكره المكبر الاول والميكروفون هم اللي في استديو، المكبرات دي التانيه دي كلها في محط الارسال، وبعدين مكبر قدره، دول الاجزاء اللي بيتكون منها قسم ايه؟ الصوت، ميكروفون، مكبر اول، مكبر تاني، مكبر قدره. قسم الترددات البينيه او قسم اسف الترددات العاليه، قسم الترددات العاليه في مذبذب بلوري رئيسي هو اللي طلع التردد العالي، وبعدين في مكبر فاصل يبتدي يفصل يكبر الاشاره خارجه من المذبذب وبيفصل بيت المراه، وفي مضاعف تردد. طيب دول قسم الترددات العاليه او توليد التردد العالي. قسم التعديل فيه ايه؟ مباين، في دائره التعديل وفي مكبر قدره وتردد عالي، قدره وتردد عالي، وفي وحده توليف هوائي وفي الهوائي. يبقى انا عرفت دلوقتي الاجزاء الاساسيه في جهاز الارسال الاذاعي او محطه الارسال الاذاعيه الاي ام، قسم صوت، قسم توليد الترددات العاليه، قسم التعديل. دول الثلاث اقسام. طب ما تيجي نشوف الكلام ده ونرجع نتكلم على كل جزء لوحده، نشوف الكلام ده على الشاشه. الرسم التخطيطي لجهاز ارسال اي ام، بص ثلاث اقسام عندي، بص كده الجزء ده كله قسم الصوت اهو، واخد بص واخد جزء من اهو، بص الجزء منين منين، من اول ميكروفون ومكبر تردد صوتي اول، مكبر تردد صوتي تاني، ومكبر قدرة، ودول كلهم قسم الصوت. شوف هم دول كلهم موجودين عشان يطلعوا لي موجة التردد المنخفض اللي هي الموجة المحمولة اللي هي اشارة الصوت نفسها. وبعدين القسم الثاني قسم توليد الترددات العالية اهو، نطلع الهاي فريكونسي تردد عالي، مذبذب باللوري اللي هو رئيسي، ومكبر فاصل، ومضاعف تردد. هنقول كل واحد بيعمل ايه بالظبط، بس احنا دلوقتي بناخد الرسم ككل. قسم التعديل الاتساعي والارسال او مشكل اتساعي اي ام، على فكره كلمه مشكل او معدل او يعني دايره التشكيل او التحميل او التعديل كل ده واحده، اللي هتعمل ايه؟ هتحط موجه التردد المنخفض دي على موجه التردد العالي اهي، وبعدين مكبر قدره التردد العالي يبتدي يكبر قدره الاشاره، وادي وحده التوليف الهوائي اللي هي بتعمل توافق بين خارج مكبر القدره وداخل هواء الارسال. يبقى دي الاجزاء الاساسيه للرسم التخطيطي او الاجزاء الاساسيه لجهاز الارسال الاذاعي الاي ام. شوف خلي بالك بقى معايا، نشوف الاقسام قسم قسم. اول قسم عندي قسم الصوت اهو، وادي الاشاره اللي خارجه منه بتاع التردد المنخفض. تاني حاجه عندي قسم مين؟ الترددات العاليه اهو، توليد الترددات العاليه، وده بيتكون منين؟ زي ما قلنا مذبذب، مكبر فاصل، مضاعف تردد. القسم الثالث اللي هو التعديل ودوار الارسال اهو، قسم التعديل الاتساعي والارسال.
في المشكل وفي مكبر قدره وفي وحده توليف الهوائي والهوائي. هنبتدي نتكلم بقى على قسم لوحده. اولا قسم الصوت يتكون من مين؟ ايوه لسه جايبينها دلوقتي، لسه قايلينها. فدايما احنا بنبقى مركزين عشان زي ما قلت لك بتفهم جزء بيساعدك في فهم الجزء اللي بعديه. تعالى كده خلي بالك بقى معايا وركز. احنا قلنا قسم الصوت بيتكون من ايه؟ ركز كده معايا. كان في مايكروفون عشان يحول الاشاره الصوتيه الى اشاره كهربيه. مكبر تردد صوتي اول، ده هيكبر الاشاره الخارجه من الميكروفون. مكبر تردد صوتي تاني يكبر الاشاره اللي فين؟ اللي خارجه من المكبر الاول. مكبر قدره تمام، هيكبر قدره الاشاره اللي خارجه من المكبر التاني. كده يبقى انا عرفت الكلام ده. طب تعال نشوف الكلام ده. ناخد الصوت اهو، في مين؟ الميكروفون. مكبر اول تردد صوتي، مكبر تاني تردد صوتي، ومكبر قدرة تردد صوتي. عظيم. تعال بقى نشوف الكلام كل واحد بيعمل ايه بالظبط. اول حاجة عند الميكروفون قسم الصوت بيتكون من اهو مين؟ الميكروفون اهو. ده قسم الصوت زي ما احنا قلنا بيتكون من الميكروفون والاجزاء بتاعته الاصلية. طبعا الميكروفون مكبر اول، مكبر تاني، ومكبر قدر. نيجي بقى بعد كده لمين؟ تمام، ناخد القسم الصوت بقى. اول جزء فيه الميكروفون. فين هو الميكروفون؟ اللي هو ده اهو. بيعمل ايه الميكروفون؟ هنلاقيه بيحول الاشاره اهو. الميكروفون يقوم بتحويل الاشاره الصوتيه المعبره عن الموسيقى او الكلام الى اشاره كهربيه تتناسب في شدتها حسب درجه الصوت والتردد. يبقى انا عرفت الكلام ده كويس وعرفت فايده مين؟ الميكروفون. نشوف بقى المكبر الاول. واضح طبعا ان هو يكبر الاشاره اللي خارجه من مين؟ من الميكروفون اهو. مكبر تردد صوتي اول هيبتدي يكبر الاشاره اللي خارجه من الميكروفون الى المستوى المطلوب لتشغيل مين؟ مكبر التردد الصوتي الثاني. يقوم بتكبير اشاره التردد السمعي الناتجه من الميكروفون حتى يمكن نقلها الى المكبر الثاني الموجود بمحطه الارسال. زي ما احنا قلنا الميكروفون والمكبر الاول ده فين؟ في الاستوديو. ويكون الميكروفون ومرحله التكبير الاولى فين؟ في الاستوديو. نيجي بقى على مكبر القدره. يكبر قدره الاشاره طبعا اللي هو اخر حاجه في جزء الصوت. ده المكبر الثاني الاول اهو. المكبر الثاني هيبتدي يكبر الاشاره. يقوم يتم فيه عمل تكبير مره ثانيه للاشاره الكهربيه الصوتيه عند وصولها الى محطه الارسال. المكبر الثالث اللي هو مكبر القدره هيكبر قدرة الإشارة اللي خارجة طبعا من مين؟ من المكبر الثاني. وفي هذه المرحلة يتم تكبير قدرة الإشارة الكهربية حتى يمكن تعديلها حيث تغذى هذه الإشارة إلى المعدة 9 AM. يعني لازم تتكبر هنا عشان يتم تعديلها. طب لو ما تكبرتش يبقى مش هيتم التعديل. عشان كده باخد خارج مكبر القدرة أهو موجة التردد المنخفض دي وأديها لمين؟ لدايرة الموديوليشن. القسم الثاني قسم توليد الترددات العالية او الذبذبات العاليه. في اول حاجه الاوسيليتور، مذبذب رئيسي وفي مكبر فاصل وفي مضاعف تردد. ناخد كل جزء لوحده بيعمل ايه اهو. المكبر او المذبذب الرئيسي ده اللي بيطلع الترددات العاليه. ادي القسم الاول فيه تلات حاجات زي ما احنا قلنا، المذبذب ومكبر فاصل ومضاعف التردد. كده يبقى انا فعلا حققت الجزء اللي هو التردد العالي. في مين؟ في المذبذب. بيعمل ايه اهو؟ مذبذب باللور اللي هو الرئيسي ده بيقوم بتوليد الترددات العاليه. يقوم بتوليد ذبذبات عاليه التردد ثابته الاتساع والتردد، يعني ثابته في الاتساع والتردد، وتسمى بالموجه الحامله. وعاده يكون تردد الموجه الحامله المرسله اكبر من تردد المذبذب الرئيسي، ولذلك يتم مضاعفه تردده عن طريق مضاعف التردد. يعني انا مثلا عايز، خلي بالك بقى معايا، عايز ابعت موجه ترددها 10 كيلو هرتز 100 كيلو هرتز. تعظيم. يبقى المذبذب هنا هيطلع كام؟ ال 50، وال 50 ده اعملها مضاعفه عن طريق مين؟ عن طريق مضاعف التردد.
نشوف بعد كده عندي مكبر فاصل، وده هيكبر الإشارة اللي خارجة من المذبذب، وفاصل يعني بيفصل المراحل اللي بعده عن المذبذب عشان ما تعملش عملية تحميل على المذبذب ويبقى فيه تغيير في التردد. يستخدم لعزل أو بيفصل أهو لعزل المذبذب الرئيسي عن المراحل الإرسال لضمان ثبات تردد المذبذب، وقد يكون المكبر برضه بيبقى فيه مضاعف تردد للذبذبات. نشوف بقى عندنا مضاعف التردد، ده اللي هيضعف التردد بتاع مين؟ بتاع المذبذب. عبارة عن مكبر يتم فيه مضاعفة تردد المذبذب الرئيسي إلى تردد الموجة الحاملة المراد إرسالها من محطة الإرسال. كده أنا خدت الجزء الأول وخدت الجزء الثاني في مين؟ في جهاز الإرسال الإذاعي اللي هو الـ AM. هيفضل عندنا الجزء الثالث اللي هو التعديل ومرحلة الإرسال، وده إن شاء الله هنتكلم عليه في الحلقة القادمة. بهذا القدر نقول قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.